في أمريكا اللاتينية شهدت العاصمة الفنزويلية كاراكاس تظاهرات حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة. المسيرة الشعبية التي تأتي استكمالا لموقف فنزويلا الرسمي الداعم للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته، رفع خلالها المشاركون شعارات تطالب بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة. إننا غاضبون من المذبحة والإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، ومن كاراكاس من فنزويلا نطلق صرخة الغضب ودعوة للسلام لوقف هذه الإبادة الجماعية على الفور واحترام وجود الشعب ودولة فلسطين. إن فلسطين بحاجة إلى دعمنا كون الضحايا من المدنيين والأطفال. اليوم فلسطين وغدا فلسطين ودائما فلسطين، في وحدة مع الشعوب والدفاع عنها في حياتها وفي حقها واستقلالها. فنزويلا وفلسطين شعب واحد.